Så jag har, men finska kan jag inte. Nej, jag kom så fixar jag. Nästa station, Uppsala. Uppsala. السلام عليكم، عساكم خير وطيبين، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم. ذا أول يوم في رمضان، وأنا الحين في مدينة اسمها أوبسالا، تعتبر رابع أكبر مدينة هنا في هذه الدولة. أنا جاي مع الوالدة اللي في عندها موعد، فبنخلص الموعد وبعدها بنروح على وسط المدينة بنتمشى وبصور لكم المدينة. والحين الوالدة خلصت الموعد فبناخذ الباص وبعدها بنروح على وسط المدينة. يلا. البارك ذا كله يا جماعة، وحتى المبنى ذا كله للسه ياكل. ذي البارك قريبة على المحطة عشان الناس بتحط السيكل هنا ومثلا تركب في القطار المحطة ثانية. حلو ذا شترم انه في شركات وفي محلات وفي مطاعم وسينمات وكل شيء تبغاه هنا، مكان جدا كبير يعني لا تجي 10 مرات ما تمل منه. المحل ده في جميع الماركات، وفي اقسام مثلا للبارفيوم وللميك اب للنساء، وفي اقسام طابق اخر للملابس الرجاليه وكذا. دائما يعجبني ادخله عشان العطور، في عندهم عطور يعني كل الانواع. فالحين بنصعد على طابق رجالي، اتوقع ذا طابق للنساء فقط. احب كمان الاشياء المطبخ، بستمتع يعني من ادخل محل فيه اشياء المطبخ. هذه الماركة معروفة بس شوي غالية. شوفوا يا جماعة ذا أحجار الملح، بتفرشهم على الأكل بتستخدمهم. الواحد ذا سعره تقريبا 20 دولار، ولكن عليه تنزيل 50%، فيعني سعره 10 دولار. وصلنا قسم الرجالي. وتستمر ذي الماركة بتقديم الجرابات بكل أنواعها وألوانها. القسم صغير جدا للرجالي، اكيد قسم النساء اكبر. الحين بدخل شيلو كومباني، محتاج اشتري كفر للجوال حقي، فان شاء الله عندهم للهواوي. اكثر شيء في للايفون بس ما في للهواوي. خلينا نوقف طابور ونسالهم احسن شيء. حصلت كفر يا جماعه، كان سعره جيد 15 دولار، ذا أرخص شيء موجود في السوق، فأخذنا واحد. عشان البرد كذا أغلب الأسواق تكون مثل الجالرية وفيها المحلات، يعني مو كلها تكون خارج 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 الجالرية، تكون على الشارع. لا، يسوون جالرية وتأخذ محلات. يعني في الشتاء توصل ناقص 5، صعب إنه واحد يدخل محلات وكذا. ذا شكل وسط المدينة. شوفوا يا جماعة ده صابون، صابون بيتعلق، فكرة حلوة. الحين باخذ القطار وعلى البيت. 37 دقيقة بالضبط ونوصل. كذا وصلت واخيرا. بعد كم ساعه على الفطور، فقررت بروح على محل العربي. في محل عربي فاتح عندنا جديد، فبروح اشوف ايش فيه خضره وبشوف اذا في عندهم فيمتو. اول شيء بنروح في غراض ملابس قديمه، فبنوديها لعدد التدوير. في ذا المكان ببيع اشياء قديمه،
فممكن إذا في عندك في البيت أشياء قديمة ما تحتاجها مثل ملابس أو أي شيء آخر، هم بيأخذوا الأشياء اللي صالحة لإعادة التدوير وللبيع، فهو مكان مستعمل بيبيعوا الأشياء المستخدمة، فبيأخذوا الأشياء اللي ممكن تباع وبيرموا الباقي اللي ما يصلح. الحين بنشوف الدوام فاتحين اليوم الثلاثاء، مسكرين بالأربعة الحين ساعة تقريبا 5. خلاص نرجع لهم بكرة. نشوف الحين اذا في بينتو. ما في بينتو يا جماعة، المفروض هنا مكانه، فخلصان. بقالة عربية صغيرة. ما عندهم شيء، فبكرة بيجي بضاعة جديدة، فبنشوف ايش فيه. بنروح بنشوف في سوبر ماركت هنا ببيع قسم عربي، بنشوف ايش فيه، اذا في بينتو ولا لا. السوبر ماركت في قسم المنتجات العربية، في شوية مخلل و بس ما في أشياء كثير، طحينة ما في أشياء كثير. كان عاجبني اللبن بس ما في لا لبن ولا بيمتو.